حقيقة صادف شهر رمضان وإن شاء الله طيبين، فعملنا اجتماع وخدنا تعليم وأصدرت تعليمات بعدم وجود فصل ما فيهوش مروحة، وأمرنا بشراء 900 مروحة فورا هيوصلوا يوم الثلاث الجاي. تمام، طبعا انت عارفين درجه الحراره تبقى عاليه والطلبه هتمتحن في رمضان، على الاقل بنوفر لهم الجو المناسب لاداء امتحان الثانويه العامه في شهر رمضان المعظم. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله مش هيبقى عندنا فصل ولا لجنه امتحانات ما فيهاش مروحه، ففي 900 مروحه هيوصلوا يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله، ويمكن احنا نبقى المحافظه الاولى اللي طاعت هذا البعد بالنسبه لابنائها حفاظا عليهم وحفاظا على ان هم يأدوا فعلا اللي مطلوب منهم في جو صعب ممكن يكون شديد الحراره في الفتره الجايه مع الصيام طبعا، فعنهم الله وربنا يوفقهم ان شاء الله.